أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 من يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية وأضاف الرئيس السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 من يونيو أضاف أن المصريين استردوا مقدرات دولتهم وأنه فترة عصيبة من الفوضى والدمار تحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنه فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد ان اعادوا اكتشاف قوه وصلابه الانسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقه معدنه الاصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطوله